هموت من الجوع I'm starving. هموت من الجوع I'm starving. I'm starving دي the most standard one، يعني دي أكتر واحدة الناس بتستخدمها. تتقال إزاي؟ I am starving. I am starving اللي هي I'm starving على بعضها كده. لو بقول اللي قدامي تعالى نشوف حاجة ناكلها، هقول له let's grab a bite to eat. Let's grab a bite to eat يعني إيه grab؟ يعني يخطف أو ينتزع أو يشد حاجة من حد كده، اللي هي grab. بايت معناها حتة صغننة أو لقمة أو قطمة. تعال نشوف لنا حاجة كده نتصبر بيها أو ناكلها، تبقى let's grab a bite to eat. تعال نطلب حاجة ناكلها، let's order something to eat. Let's order something to eat بالراحة علينا، let's order something 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 to eat. To eat اللي هي to eat. Let's order something to eat. Let's order something to eat. أما لو أنا بقول له تعال ناكل بره، هتبقى اسمها let's eat out. Let's eat out. Let's eat out. يا رب دايما مستفيدين. I'll see you later. Bye bye.